بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف ان شاء الله طريقة تجهيز وراك الفراخ وخليها من العظم، وهنستخدم سكينة صغيرة بالشكل ده، ولازم تكون حامية جدا معانا. وهنبدأ نخلي بالشكل ده، هنبدأ بطرف الورك وهنمشي السكينة على العظم بالراحة بالشكل ده كده. بعد كده من الناحية التانية وهنبدأ نفكها بالشكل ده. هيبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ في العظمة دي، هنبدأ نظهرها. وهندخل صوابعنا تحتيها بالشكل ده كده وهنفصلها بحيث تبقى معانا بالشكل ده. وهنبدأ نخش على العظمة التانية بتاعت الدبوس من جوه كده ونفصل عنها اللحم. وخلاص كده فصلنا عنها اللحم، وهنسلكه لحد الآخر. بعد كده هنمسك العظمة بالشكل ده وهنسحبها. وهنقلب اللحمة لجوه. بحيث تبقى معانا بالشكل ده. وخلاص كده الوراك جاهزة معانا، وممكن نحشيها او هنقطعها ونعملها شيش طاووق. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.